بالنسبه ليا كمسؤول في جولدن جيم اولا تنبغي نشكر لو ستاف ديالنا اللي تقريبا هذا العام هذه درنا كان عندنا لانيفرساري ديال جولدن جيم اللي كملها 12 سنه والحمد لله تميزت بواحد النجاح كبير وعطاتنا ابطال تبارك الله ولا هاد الرياضه اللي تنشوفوا دابا اللي هي الطاي الماي تاي ولا الكيك بوكسينغ. فالسنه الماضيه كانت عندنا بطاله اللي هي فازت بالبطوله العربيه اللي هي الهام البرقادي ولا البطوله الافريقيه. هاد العام تضاف لها بطل اخر اللي هو اوبا اللي هو تا هو مشى للاقصائيات ديال اللي كانت في لاسويد. والحمد لله وعندنا بطل اخر اللي حصل على البطوله العربيه في مصر اللي هي تقريبا بعد واحد اسبوعين هذه. والحمد لله مازال جايين عندنا طاقات شابه وصغيره وغادي تقول الكلمه ديالها ان شاء الله في المستقبل القريب. طبيعة الحال هذه استراتيجيه هذه اللي تخدم عليها اي واحد اللي عندك تخدم واحد البروجي عندك ان اوبجيكتيف اللي تبغي توصل ليه. وحنا الحمد لله اولا تنبغي نشكر لو ستاف اللي كما قلت لك لو ستاف اللي هو لولا لو ستاف ما غاديش تكون النتيجه. اولا عندنا واحد لي سبري دو جروب اللي هو عندنا لا حنا يا ممثلين ديال لاصال ولا سميتهم لي جون اللي تيتريني ولا المدربين ولا اللي تيتسهروا على الاوتور هذه باش توصل لهاد النتائج. فكون اكيد انها غادي تكون نتيجه. تنقولوا ملي تتكون الخدمه راه تتكون نتيجه 100% بطبيعه الحال. اللي هي هذه الرياضه كما قلت لك هذه رياضه جديده ولاو تتعطاو لها الشباب بزاف سيغتو هنايا في القنيطره لا الانات ولا الصنف ديال الذكور. اللي هي شنقول لك واحد الرياضه اللي هي كاع الشباب الان تيتعطاو لها هو اللي تيشوفوا في الانترنت تيشوفوا لي كرون كومبا ديال لي بوكس ديال البطل بدر هاريسون. وقيل اللي تنظن هو الاول اللي شافوه الشباب ديال المغربي ولا الشباب ديال القنيطره خاصه. هما اللي خداو كعبره وكقدوه واتجهوا لهذه الرياضه هذه. والحمد لله هنايا كاين مؤطر اللي هو من هذا المنبر هذا تنقدم ليه شكر اللي هو عبد مها اللي تبارك الله مؤطر في المستوى الكبير اللي زعما تيخدم تيعتبر هاد الابطال هادو الصغار تقريبا بحال الاولاد ديالو. وحنايا كذلك حنا كمسيرين ديال هادو ديال الجولدن جيم اللي تنوفروا لهم تقريبا كل ما تحتاجوا لانهم تيوصلوا لهذاك الشيء اللي بغاو. الحمد لله كاينه نتيجه اول حاجه بغيت نقول الحمد لله على هذا الانجاز اللي وصلت ليه. وانا فخوره باللي بنت قنيطره وبنت المغرب وبنت السد عبد ماحة اللي تنشكره بزاف. بالنسبة للمشاركة ديالي العام اللي فات بطولة العالم في الإفنا في السويد كانت أول تجربة ليا في الطاي بوكسين. والحمد لله عاودت ومشيت شاركت هذا العام وزدت درجة الحمد لله ماشي بقيت في بلاصتي. والفضل كله كيرجع للوالدة ديالي والأستاذي عبد ماحة وأختي وخويا ومهم العائلة ديالي عاونتني بزاف والأستاذ ديالي تنبغي نشكر لاصال شيبو اللي هي كتعاوننا بزاف. كاينين بطولات جايين كاينين لي جو مونديو ان شاء الله كاينين في شهر 7 وقالة على ما اعتقد ان شاء الله غادي كنوجدوا ليها. وكاينه بطوله افريقيه حتى هي في الطاي بوكسين كنوجدوا ليها وان شاء الله ما يكون غير الخير بالدعوات ديالكم ان شاء الله. اول حاجه كنبغي نشكر بزاف الاستاذ ديالي عبد ماحة والاستاذ واسو اللي ساندنا بزاف تما لا معنويا لا فلونطرينمون لا كلشي. وتنبغي نشكر حتى والديا اللي ساندوني بزاف وعائلتي وكلشي
ولي كوليك اللي كانوا معنا الدراري واللي كانوا تما تا هما شحال كلشي تيشجع بعضياتهم كنا خوت تما بزاف. وبالنسبه مع كانت اول مشاركه ديالي كانت بزاف ديال شحال بحال شي حاجه جديده عليا حاجه باقا جديده عليا داكشي والحمد لله تمكنا نحرزوا على هادشي وتنتمنوا مره اخرى ان شاء الله نزيدوا لقدام وان شاء الله غتكون النتيجه من بعد ان شاء الله. كاين على ما قالوا كاين ان شاء الله بولونيا كاين قالوا اللي غيتاهل من اف ما ان شاء الله ويتكلاسا غيتاهل بولونيا بحال العاب اولمبيه وان شاء الله غيكون غنكونوا على في الاستعداد ان شاء الله نكونوا في الاستعداد. صحابنا نيت اللي حرزوا القاب وداكشي فرحوا بهم بزاف وكتلقى بان الدراري بانهم تيديو تبارك الله بطولات المغرب ولا شي حاجه كيحتفلوا بهم وتيكبروا بهم وتيخليهم انهم يتحفزوا تتحفزوا انهم يعطيو جهد اخر وتولي عندهم جهد اخر. ولكن الحمد لله غير ملي كنشوفوا الاستاذ ديالنا والضحكه ديالو وداك الفرحه ديالو راه هي كلشي الحمد لله.